دولة رئيس الوزراء والحكومة المركزية بإنهاء هذه المعاناة والنظر إلى الكفاءة العالية لدى أبناء هذه المحافظة في مصفى بيجي وفي كافة دوائر محافظة صلاح الدين. كذلك المطالبة بحقوق الجيش السابق، الجيش العراقي الذي مثل هذا البلد على مدى عقود عديدة في منذ عام 1921 ولحد عام 2003. إذا ما استمرت هيئة المساءلة والعدالة في هذه الممارسات، هناك أصوات صدعت وتداعيات للمطالبة بالأقليم في الأمس القريب من قبل قسم من أبناء محافظة صلاح الدين، وبالتالي إذا استمرت هذه الممارسات سوف تصدع هذه الأصوات مرة ثانية، وبالتالي لا يمكن صد مثل هذه المطالبة، حيث سيكون للشعب في محافظة صلاح الدين الكلمة الفصل، وهي المطالبة بأقليم في محافظة صلاح الدين. والله بصراحة عندنا مشكلة، هو قانون المساءلة والعدالة اللي شمل مجموعة من موظفي شركة مصاف الشمال، حيث احنا اغلبنا صار له خدمة اكثر من 16 سنة بهذه الشركة. لكن سابقا اول بداية تعيننا على اجهزة امنية صحيح، لكن تم طردنا من الاجهزة الامنية في عام 1995، فنقلت خدماتنا من وزارة المالية الى وزارة النفط عام 1996. فمنذ عام 1996 احنا مباشرين بوظائفنا في شركة مصاف الشمال، يعني تقريبا صار 16 سنة. وفوجئنا بانه جاء قرار احالتنا على التقاعد بدون سابق انذار وبدون اي ذنب، مجرد انه اشتغلنا في فتره من الفترات السابقه قبل الاحتلال في الاجهزه الامنيه. ونحن نطالب دوله رئيس الوزراء ووزير النفط، نطالبهم بان يعني يرفون بحال هالعوائل،